وأخذنا أيضا حديث أبي عبيدة قال بلغني عن كبيشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت أبي قتادة الأنصاري أنها سكبت لأبي قتادة وضوءا أي ماء لأجل الوضوء، فجاءت هرة تشرب منهم فأصغى أبو قتادة لها الإناء حتى شربت. قالت كبيشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين مما رأيت؟ قالت قلت نعم. قال لي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجسة على هذه الرواية، إنما هي من الطوافين والطوافات عليكم. والحديث الخامس حديث أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أتوضأ وأنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء قد أصابت منه الهرة قبل ذلك. انتهينا عند هذين الحديثين وقلنا إن الحديث الأول هو حديث أبي قتادة، والحديث الآخر حديث عائشة فيهما أمر، هنالك ما قد جعل لأجل الوضوء، فأبو قتادة رضي الله عنه أراد أن يتوضأ فجاءت هرة تشرب من ذاك الماء، تريد الشرب من ذاك الماء، فأصغى إليها الإناء. ما المقصود أصغى إليها الإناء؟ أيوة نعم، أي لها حتى تشرب، تركها تشرب، أي أبعد عنها المنغصات التي لا تجعلها تشرب، سمح لها أذن لها أن تشرب، فأصغى لها الإناء فشربت. وكانت زوجته تنظر إليه تعجب من ذلك، هذا ماء لأجل الوضوء فلماذا تتركها تشرب؟ مع أن القط هو من ذوات الناب من السباع، أليس كذلك؟ ويعدو بنابه. إذن يفترض فيه، هنالك قال أكل كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام، فالمفترض فيه أنه نجس، ما دام اللحم نجسا فالسؤر هو البقية من الشرب، الملامسة لرطوباتها عن طريق فمها، هذا يفترض فيه أنه ينجس. فقال لها إن الرسول صلى الله عليه وسلم حصل أمامه مثل هذا الموقف فأصغى الإناء وقال إنها ليست بنجسة، أي القطة، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. ما المقصود من الطوافين عليكم والطوافات؟ تفضلوا يا شباب. يقول عن القطة إنها من الطوافين عليكم والطوافات، ما مقصوده بذاك؟ نعم تفضل. بأنها تزور يعني الطواف، ما قال هي من يطوف، طوافة عليكم وطوافات، أي أنها كثيرة الملابسة للناس في بيوتهم، تطوف عليهم في كل الوقت. القطط هذا هو الأصل فيها، ربما في هذا الزمان يعني ليست القطط بهذا الحال، لكن القطط معلوم عنها أنها تداخل الإنسان كثيرا، ولأجل ذلك فالاحتراز منها شاق على الإنسان، ويكون هذا الحديث أصلا لقاعدة رفع الضرر أو المشقة بعموم البلوى، لكنه حكم عليها وقال إنها ليست بنجسة، فالقطة ليست نجسة، والعلة في ذلك ما أومى إليها النص إنها من الطوافين، أي أن عدم نجاستها لعموم الابتلاء بها، فهي تأتيكم كثيرا، وإن كانت تداخلكم كثيرا فمعنى ذلك أنكم لن تستطيعوا التحرز منها، والشرع ما جاء لأجل إدخال الضرر والمشقة على الناس، لذلك رخص فيها. هذا الحديث يفيد هذا الأمر. وحديث عائشة رضي الله عنها، إذن هذا الحديث لماذا لم يتنجس الإناء؟ هي شربت القطة منه، لماذا لم يتنجس على قواعد أمس؟ نعم تفضل. إذن الماء لم تصبه نجاسة أو ماذا؟ هي هل هي نجسة القطة؟ بطن ما يعني حالها، اي بطن حالها جميل، يعني ماء الوضوء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد، المد الرجل المعتاد الوسط ملء يديه، هذا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، اي ماءه لوضوئه، ويغتسل بالصاع.
يعني الصاع الآن، الصاع الآن في حدود 3 لتر إلا شوي، لترين ونصف، بين لترين ونصف وثلاثة لتر الصاع، هذا هو الصاع. إذن المد قليل جدا، فكان يتوضأ. إذن هذا الماء تأتي القطة وتشرب من هذا الماء، هل هو ماء كثير أو ماء قليل؟ ماء قليل. هل أثر شرب القطة منه؟ لم يؤثر. لماذا؟ لماذا لم يؤثر شرب القطة؟ ما الذي قاله صلى الله عليه وسلم في أول الحديث؟ هذا في السباع ترد الحياض، في الحديث الذي قبله، لكننا الآن في حديث الهرة. قال إنها ليست بنجسة. إذا ما دامت ليست نجسة، الماء لا يتنجس، واضح؟ بارك الله فيك. الماء لا يتنجس لأنها ليست بنجسة. ولو كانت نجسة هل سيتنجس الماء؟ هل سيتنجس الماء؟ يتنجس. هي الآن تشرب بفمها ولن يتغير. هنالك قال الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته. طيب هي شربت القطة حينما تشرب، هل يتغير الماء؟ لنفرض أنه ليست فيها نجاسة، فهل يتغير الماء؟ بمعنى لو كانت لو كانت في القطة نجاسة في فمها فشربت من ماء وتغير، ألا يكون ذلك الماء نجسا؟ ذلك الماء نجس. لكن الغالب الأعم أن القطة حينما تشرب لا تكون فيها نجاسة، لا يتغير الماء. إذن لو كانت نجسة ولم يتغير الماء هل سينجس ذلك الماء؟ ماء قليل، جاءت قطة أو جاء أسد أو غير ذلك من الحيوانات النجسة أو الأشخاص وفيه وجاء ونجسه، ولكن لم يتغير شيء كالقطة الآن، هل يتنجس الماء القليل؟ لا يتنجس. لماذا؟ يتنجس أو لا يتنجس؟ أعطيني جوابا واحدا. يتنجس. والدليل؟ حديث معنا الآن، أعطيني حديثا. لا ينجسه، لا ينجسه، أيوة، لونه أو طعمه أو طعمه أو رائحته. هذا الآن ما تغير لا لونه ولا طعمه ولا رائحته، هل هو طاهر أو نجس؟ أنت قلت الماء طهور لا ينجسه إلا ما غير كذا وكذا وكذا، إذن هو طاهر. جميل، بارك الله فيك. حد عنده وجهة نظر أخرى أو استدلال أو إضافة؟ تفضلوا. أيوة تفضل، سريح، بارك الله فيك. القول الآخر يتنجس، والسبب دون الخلتين. يعني لو دخلنا في هذه المسألة، بارك الله فيك، تتابعون معي ولا أسمع منكم الحكم بعد ذلك؟ أقول زميلكم أسعى، عسى الله تعالى أن ييسر لي لتبسيط هذه القضية. يقول زميلكم هنا إن هناك قولا يفيد أن الماء القليل، أن الماء القليل إذا وردت عليه نجاسة ولم يتغير شيء من أوصافه فهذا الماء القليل يتنجس، وإن لم يتغير شيء من أوصافه. ولماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الماء قدر قلتين لم يحتمل خبثا. هذا هو قوله، وهو قول مشهور. تابعوا معي وإن شاء الله تعالى ستفهمون القضية. هناك قولان للفقهاء ولعلمائنا خصوصا في الماء القليل الذي ليس كثيرا. لنفرض أن هذا الماء، يعني حتى عندكم إناء معين مثلا يملأ، لنفرض بقنينة لتر ونصف أو لترين من الماء عندك في إناء هذا المقدار، فوقعت عليه نجاسة من النجاسات، وقع عليه جزء يسير من شرر بول أو نحو ذلك من الأطفال أو غيرهم، أي نجاسة وقعت عليه، وفي أحيان دم يسير يقطر من الإنسان في هذا لكنه لم يغير شيئا فيه، مثل هذا الماء، يعني الماء حينما يكون كثيرا وترد عليه النجاسة ولا تؤثر، لا تغير شيئا من ألوانه،
هذه قد اتفق هذا قد اتفقوا عليه أن هذا الماء يكون طهورا، أي أنه يرفع الحدث ويزيل الخبث، واضح؟ لكنهم اختلفوا في الماء القليل، إن أصابته النجاسة ولم تغير شيئا، إن غيرت شيئا فهنا سيتنجس، هذه لم تغير شيئا، هذا المقدار، هذا الكوب مثلا، جزاك الله خيرا أستاذ سعيد، هذا كوب الماء أنا سأشربه بعد قليل إن شاء الله تعالى، لكن هذا كوب الماء، هذا ماء قليل، يمكنك أن تتوضأ به، هذا المقدار، الأصل أن تتوضأ بهذا المقدار، لكننا نسرف كثيرا في هذه الأيام، وإلا فوضوء النبي صلى الله عليه وسلم كان بهذا المقدار، هذا الماء لو وقعت عليه قطرة من دم أو من أي نجاسة كانت، وهذه القطرة في مقابل هذا كله لم تؤثر شيئا ولم تغير، هل يبقى هذا الماء بهذا المقدار صالحا لأن تتوضأ به أم أنه يتنجس؟ هنا قولان للعلماء، القول الأول هذا الماء بهذا المقدار إن أصابته النجاسة يتنجس وإن لم يتغير شيء من أوصافه، هذا رأي. الرأي الثاني لا، هذا الماء بهذا المقدار أو بأقل من هذا المقدار أو بأكثر من هذا المقدار إن لم تغير النجاسة الواردة عليه شيئا من أوصافه التي هي الطعم أو الرائحة أو اللون فإنه يبقى طاهرا ويمكنك أن تستفيد منه أن تتوضأ بهذا الماء، هذان قولان، كلا هذين القولين موجود عند علمائنا. ما الأدلة؟ هذا الذي أريدكم أن تكونوا معي فيه. الأدلة، يمكن بعضكم يعرف الأدلة، من يأتي لي بدليل؟ تفضل. جميل، هذا اللي هو القول الأول، الذين قالوا لا يتنجس، قال الحديث يقول الماء طهور لا ينجسه إلا ما غير لونه وطعمه أو رائحته. ما هو وجه الاستدلال؟ كيف أستدل بهذا الحديث على هذا الحكم؟ لا ينجسه، لا، قبل ذلك يمكن يقصد الحديث الماء الكثير، يمكن ولا ما ممكن؟ ممكن ولا لا؟ جميل بارك الله فيك، كيف ايش معنى ما حدد؟ الماء، وهذا كلمة الماء عامة تشمل الماء تشمل لا. الماء القليل والماء الكثير، ما كذا؟ كلمة الماء هذه نسميها في أصول الفقه، تدرسون أصول الفقه فيما بعد إن شاء الله، نسميها من الألفاظ العامة، ما المقصود الألفاظ العامة؟ تشمل كل المياه، الماء القليل والماء الكثير، لمجرد أن يكون ماء هو داخل من ضمن أفراد هذا اللفظ، واضح؟ تشمل الماء الذي هو موجود معنا في جامع الإمام الخليلي، والماء الموجود في مكة، والماء الموجود في أي مكان من بقاع الأرض، هذه كلمة هذا الحديث تدخل فيه هذه المياه كلها. إذن هذا الحديث يشمل بمنطوقه الماء القليل والكثير، ولذلك الحديث يقول لا ينجسه إلا إن تغير شيء من أوصافه الثلاثة. إذن هذا القول هذا هو دليله، واضح؟ وأيضا ما الذي يدل عليه أيضا هذا القول له دليل؟ بارك الله فيك، كلامك طيب جدا، يمكن أن تأتوني بدليل من الأحاديث التي أخذناها على هذا القول؟ فاهمين هذا القول؟ فاهمين زميلكم إيش قال؟ فاهمين؟ ولا أشرحه من جديد؟ أشرح كلام زميلكم؟ واضح؟ جميل جدا، الحمد لله. يمكن أن تأتوني بدليل آخر يؤيد كلام زميلكم في استدلاله بالحديث؟ نعم تفضل. جيب. لهذا القول الثاني سنأتي إليه، ما زلنا في القول الأول، أريد دليلا آخر من الأحاديث التي أخذناها. حديث عائشة تقول كنت أتوضأ أنا ورسول الله من إناء قد أصابت منه الهرة قبل ذلك، وأخذنا أيضا هذا حديث الجنة مشكلة كانت على سنتين. إذن هذا الحديث هو أظهرها، وهنالك أحاديث من غير الربيع، نقتصر على أحاديث الربيع الآن. طيب القول الثاني يقول، ما القول الثاني؟ نعم تفضل. القول الثاني وليس الحديث الثاني، القول الثاني ما هو أولا؟
اي اي في الدليل الثاني قصدك، ايوه حديث السباع. ولكن ما غبر. جميل، وجه الاستدلال لماذا؟ السباع نجسة ما كذا؟ طيب هذه السباع النجسة يعني على خلاف فيها، لكن نبنيها على هذا الرأي نجسة، وهي قال ترد الحياض حوض، ربما يكون الماء قليلا في الحوض وربما يكون كثيرا، فقال صلى الله عليه وسلم لها ما ولغت، أي ما أدخللت في أجوافها ما شربته، ولكن ما غبر. لكن ما غبر قلنا معناه أن هذا الماء طاهر، إذن وهو ماء قليل لم يتغير شيء من أوصافه، هذا هو الأصل العام فيه، إذن لم تؤثر النجاسة عليها. لماذا لم تؤثر؟ لأنه لم يتغير شيء من أوصافه هذا الماء. جميل، بارك الله فيك، بارك الله فيك، استريح. إذن هذا الدليل الثاني من أحاديث الربيع. القول الثاني، ما رأيكم في هذا القول، جيد أو ليس جيدا، قوي أو ليس قويا؟ هذا القول أنه لا يتنجس إلا إن تغير شيء من أوصافه. أيوة، أقوى من القول الثاني. الآن سنأخذ القول الثاني، ولعل أحدا من زملائك يقول إن القول الثاني أقوى، سنأخذ الآن. طيب بارك الله فيك، هذا القول أدلته واضحة، فدليله الأول هو هذا الحديث، وقد دل على الحكم هنا بالمنطوق، أي بعبارات النص، واضح وليس بالمفهوم. طيب الآن دعونا مع القول الثاني، من يذكر القول الثاني؟ نعم تفضل. أولا ما هو القول الثاني؟ أي أن الماء القليل إن أصابته نجاسة وإن لم يتغير شيء من أوصافه فإنه يتنجس بذلك. ما أدلة هذا القول؟ جميل، الحديث الأقوى في هذه القضية حديث الربيع، إذا كان الماء، هذا للقول الأول. والثاني؟ أيوة، إذا كان الماء قدر قلتين لم يحتمل خبثا، واضح. هذا الحديث دليل لهذا القول، يقول إذا كان الماء قدر قلتين لم يحتمل خبثا، واضح. من يبين، بارك الله فيك، من يبين لي وجه الاستدلال من الحديث؟ نعم، مفهوم مخالفة، ما المقصود؟ أولا هذا الماء هل هو قدر قلتين؟ ليس قدر قلتين. جميل، معنى ايه الحديث؟ قال ما هو منطوق الحديث؟ لم يحتمل خبثا، يعني تصوروا لو ان هناك خزان ماء كهذه الطاوله، وهذا الخزان مملوء ماء، هذا ماء كثير وهو يزيد على القلتين، واضح. هذا الماء لو اصابته قطره من دم او من بول، هذا الحديث يقول اذا كان ماء قدر قلتين اي بهذا المقدار لم يحتمل خبثا، اي انه لا يتنجس لأن النجاسة تتماهى فيه، تتلاشى فيه. طيب هذا الآن يتكلم عن الماء الكثير، كيف أستنبط من الحكم أن الماء القليل يتنجس من هذا الحديث؟ الحديث عن ماذا يتكلم؟ عن الماء الكثير. هل تكلم عن الماء القليل هذا الحديث؟ إذن من أين جئت بهذا الاستدلال؟ أيوة واصل. جميل جدا، هذا يسمى، بارك الله فيك سريع، هذا يسمى مفهوم المخالفة، نستعمله في الحياة كثيرا. قال الحديث، قال إذا كان الماء قر قلتين لم يحتمل خبثا، أفهم منه لماذا ذكر قلتين النبي صلى الله عليه وسلم؟ أفهم منه أنه إن كان أقل من قلتين فإنه معنى العكس. أنا قلت مثلا إن لم تصلي ضربتك، معناه إن صليت إيش؟ أنا ما ذكرت لكن ستفهمون، إن لم تصلي ضربتك، لكنك ستفهم
هذا المنطوق. العكس أنك إن صليت فلم تضرب، هذا نسميه مفهوم المخالفة. طيب، يعني فيه خلاف كثير بين العلماء، لكن دعونا مع هذا الحديث. قال الحديث: إن كان الماء قدر قلتين لم يحتمل خبثا. معنى ذلك مفهوم مخالفة ما هو؟ يقول: إن كان الماء قدر قلتين لم يحتمل خبثا، مفهوم مخالفة. أيوة نعم، إن كان الماء أقل من قلتين احتمل خبثا. العكس. هذا فهمتموه من العبارات ولا بعقولكم تفهمتم هذا؟ أيوة، بالعقل. ما كذا النص ما تكلم، الحديث قال، بارك الله فيك، الحديث قال إن كان الماء قدر قلتين لم يحتمل خبثا، ولكن فهمت أنت بعقلك كما فهمتم في المثال الذي ذكرته لكم في إن لم تصلي ضربته، فهمت أنت بعقلك أنه إن كان أقل احتمل خبثا. لكن هل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ لا، لم يقله، أنت الذي استنبطته من عقلك. يمكن أن يكون مرادا عند الشرع ويمكن أن لا يكون مرادا عند الشرع، لكن جماعة من فقهائنا، بل لعله القول الأشهر عند علمائنا في المذهب، قالوا الماء القليل تؤثر عليه النجاسة وإن لم تغير شيئا من أوصافه. هذا هو أكثر قول علمائنا، ودليلهم مفهوم المخالفة في هذا الحديث. واضح، جميل. القول الأول موجود أيضا عند فقهائنا، وهو منسوب في كتب الأثر إلى الإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي رحمه الله تعالى ورضي عنه، إلى الإمام الثاني في المذهب، وهو أن الماء القليل لا يتأثر بالنجاسة إلا إن غلبت على أوصافه. ومن حيث الرجحان والقوة، فالرجحان والقوة لقول أبي عبيدة رحمه الله، وهو القول الراجح، لأن هذا القول يأخذ بمنطوق النص وبعبارته كما قلتم. قال النص: الماء طهور، وهذه العبارة منطوقها يفيد أن الماء القليل وأن الماء الكثير لا تؤثر عليه النجاسة إلا إن غيرت شيئا من أوصافه، وهذا يقولون دلالة بلفظ الحديث أو بعبارة الشرع، أما الثانية فدلالة بمفهومه، وإن تعارض المنطوق والمفهوم فالمنطوق هو الأولى. ومنطوق النص يقدم على مفهوم النص الآخر، لذلك لا أقول بتخصيص المنطوق بمفهوم نص آخر، بل أقول أعمل بالمنطوق وحده، فإنه دال على الحكم بعبارته والآخر دال على الحكم بغير عبارته. فهمتم هذه الأخيرة؟ رأي فهمتموها ولا لا؟ لكن القضية كلها هي هذا الأمر. طيب، هذا الحديث يقول هذا، ونحن سنفهم بقية الأحاديث بناء على هذا التفصيل الذي ذكرته، وعلى هذا الرأي الذي هو أرجح من سواه، أن الماء القليل لا يتأثر بالنجاسة. من أين أخذنا هذا النص أو هذا الحكم؟ أخذناه من قوله صلى الله عليه وسلم: الماء، وكلمة الماء هنا تشمل القليل والكثير، سواء كان، وهكذا هذا من حيث الأفراد، وهذا الماء سواء كان عندنا أم عند غيرنا، هذا الماء كله يشمله هذا الحكم. لذلك قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة امرأة مشركة، من مزادة امرأة مشركة. فيها جوانب عدة للاستدلال، لكن لو قلنا بالرأي المشهور عند علمائنا الذي ينص على أن المشركين نجاستهم نجاسة محسوسة حسيا، فالرسول صلى الله عليه وسلم توضأ من المزادة. لماذا توضأ من هذا الماء؟ لأنه لم تظهر عليه نجاسة، مع أنه محتمل أن تكون هنالك نجاسة، لكن لكون هذا الماء لم يتغير شيء من أوصافه الثلاثة، فإننا نقول إنه يبقى طاهرا، لأن الماء طهور في مختلف البقاع والأزمان وعلى مختلف الأحوال. فالماء هنا في جامع الإمام الخليلي، والماء في السوق، والماء في دورات المياه، والماء في مكة وفي غير، هذا الماء كله
هذا الماء كله طاهر بل طهور. كذلك على مختلف الأحوال، هذا موجود في مزارع، هذا ماء نبع، هذا ماء بحر، هذا ماء كذا، ما دام ماء فإذا هو طهور لا ينجسه إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه. الأزمان المختلفة كلها، المياه فيها، الماء في الزمان الماضي والآن وفي المستقبل، هذا الحكم عام يشمل الجميع كما قال صلى الله عليه وسلم. فهمتم هذا؟ أدركتموه؟ بارك الله فيكم. طيب نواصل. إذن هذا حتى ماء الهرة لو فرضنا أنها نجسة، هنا الحديث يقول إنها ليست بنجسة، لو فرضنا أن هناك حيوانا نجسا، ففي هذا الحال لن ننجس هذا الماء ما لم يتغير شيء من أوصافه، إلا إن اخترتم الرأي الآخر أنه يتنجس بأي شيء يصيبه ولو لم يتغير شيء من أوصافه، فهذا لكم رأيكم وسنفرع عليه، لكنني لن أفرع إلا على رأي أبي عبيدة رحمه الله تعالى.